تعادل ايجابي 1-1 في الشوط الاول بين الاهلي ومصر المقاصه، تمكن احمد مودي من تسجيل الهدف الاول لمصر المقاصه من ركله جزاء، ثم تمكن بعدها محمد شريف من تسجيل هدف ولا اروع من تمريره عرضيه رائعه لعلي معلول. الشوط الاولاني كان بدا متكافئ بين الفرقتين، وفوجئنا ان الكابتن محمد عبد الجليل بيضغط على النادي الاهلي لمده ربع ساعه، كان في تكافؤ، ولكن بعد كده الاهلي سيطر وتمكن من الوصول وخلق فرص اكتر مره، وبرده ظاهره اضاعه الفرص السهله. النادي الاهلي يمكن الشوط الاولاني جاله 5 أو 4 فرص محققه، ولكن ما جابش منها غير هدف محمد شريف. ولكن يحسب للنادي الاهلي رجوعه بسرعه للمباراه بعد هدف احمد مودي. نتمنى الشوط الثاني باذن الله النادي الاهلي يعالج حته اضاعه الفرص السهله ويتمكن ان شاء الله من استغلالها بصوره جيده. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نتكلم مع ضيوفنا الكبار عن احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، يمكن شفنا من البدايه بدايه جيده وماتش مفتوح من الفرقتين، ويمكن زي ما اتوقع كابتن اسامه عرابي ان المقاصه يلعب بطريقه هجوميه في البدايه، وده اللي حدث فعلا الى ان احرزوا الهدف بتاعهم مع احمد مودي من ركله جزاء، وتسيد النادي الاهلي الشوط الاول يعني بصراحه، واضاع اكثر من 3-4 فرص. احنا قلنا في اول فتره ان النادي الاهلي هو اللي بيدي فرصه لاي فرقه بتلعب معاك في شكل الاستحواذ. انت حاولت تستحوذ في نص الملعب، ولكن اعتقد ان هو كان بيلعب بطريقه 4-4-2، او احنا مش عارفين بيلعبوا بطريقه هجوم كلها ودفاع كلها، يعني مش عارفين نجيب 4-3-3 4-1-4-1 4-5-1، شكلهم كتير عايزين يستحوذوا على نص الملعب. في حاله لدرجه انك شفت قفشه بينزل بقى نص الملعب عندنا في اي حته، بيروح ناحيه الهاف رايت، بيروح ناحيه الورا، بيروح عند ديانج يساعده. فبقت الحكايه كلها مين فينا اللي هيستحوذ على نص الملعب ويبني الهجمه السليمه. شكل المقاصه كويس جدا اول هاف تايم صراحه، متحكم في الكوره، بيقدر يطلع اطرافه وخاصه الناحيه الشمال، في ضغط على اكرم. ضربه الجزاء اديتهم ثقه اكتر، اديتهم راحه نفسيه ان هم يقدروا يباصوا ويبقى لهم وجود، انما انت كان سرعان ما انت رجعت المباراه بكذا فرصه، يمكن جالك 5-6-7 فرص كنت تقدر يعني تبقى ليك الاسبقيه. وكنا احنا بنتمنى دايما التوفيق للنادي الاهلي قبل المباراه في الفرص اللي تيجي، وده اللي بنتمناه في المباراه الجايه كمان. شريف، محمد شريف الحقيقه حاطط هدف مرض، يعني بنسميه رونالدي، بيطلع ويقف في الهواء كويس، وعامل واحده قبلها 10-10. شكل التفكير في العرضيات من الفرقه كلها، اي حد بيوصل ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، طبعا علي معلول بنثبته ان هو صاحب الرؤيه الثاقبه الحقيقه، ان هو بيلعب الكرة العرضيه. شايف انا حمدي فتحي طلع عمل واحده، واكرم عمل واحده ثانيه، فالفكر في العرضيات دي اعتقد انه يطمنك، ما يخلكش غير بس انك انت تتمنى ان يبقى في دخول في منطقه الجزاء، واعتقد ان لازم يبقى في تغيير ان شاء الله يغير شكل الاربعه اللي قدام. كابتن علاء، شفت ازاي الشوط الاول؟ شوط مفتوح من الفرقتين، ما فيش اي التزام من اي حد من الفرقتين، اللي بيمسك الكره هو اللي بيهاجم، ما فيش شكل معين. يعني وده مش عاجبني النادي الاهلي عامه، يعني ما ينفعش دايما خلي بدايتك تبقى قويه جدا، انت مستحوذ، انت المسيطر على المباراه، لكن شفت شوط مفتوح تماما. يعني حتى المقاصه بتلعب لعب مفتوح، ما فيش فيه اي التزام، بدليل كم الفرص اللي ضاعت من النادي الاهلي. مزبوط. يعني قبل البنالتي ما فيش فرص كتير للمقاصه، لكن مزبوط. في مساحات، صح. يعني المقاصه لقت مساحات، دايما بقول لك انا ايمن النادي الاهلي بيدي الشكل للفريق المنافس، المقاصه كده بسرعه لقى مساحات في الشوط الاول، فبدا يلعب، وهم لعبوا كرة كويسه، بداوا لقوا مساحات ناحيه اليمين عند اكرم، واكتر عند اكرم، هو مركز ناحيه اللعب عند اكرم، الى ان جت ضربه جزاء 1-0. بعد كده لا، بعد كده النادي الاهلي كل اللي عمله هو ما ينفعش 1-0، بدا يزيد بس ضغط هجومي، لكن المساحات موجوده في نص الملعب، الحته ان نص الملعب بيتقفل او الخطوط تقرب من بعضها بعيد قوي شويه، الى ان تعادلت، لكن الطبيعي الشوط ده يطلع مثلا 3-1 3-4-1، يعني مزبوط. في كره في القوام في الاخر، ده هدف كمان، صح. لكن اعتقد النادي الاهلي حته الهدف مش هياخد وقت جاي، يعني ان شاء الله طبيعي اكيد، يعني ان شاء الله. كابتن اسامه، الشوط الاول 1-1، وزي ما قال الكابتن علاء النتيجه لا تعبر عن سير الشوط الاول، يمكن مصر المقاصه شفناه لحد جول احمد مودي، ولكن تسيد الاهلي بعد كده الموقف واضاع اكتر من فرصه. الشوط الثاني هل مستر موسيماني هيحافظ على اللعيبه الموجودين في الملعب وبنفس الطريقه، ولا ممكن نشوف رؤيه ثانيه ليه ان هو يلعب براسين حرب؟
لا لا يعني اعتقد انه زي ما برضو قلنا في ماتش المقاولين هيحافظ على الشكل ده على الاقل 10 دقائق كمان على الاقل. يعني هو ممكن بعد العشر دقائق يبتدي يشوف فكره تانية زي ما عمل الماتش اللي فات لما نزل بواليا جنب شريف يبقوا راسين حربه. المره دي ممكن يعمل تغييره مثلا بصلاح محسن باي حد، لكن هيحافظ على الشكل ده خاصه. يعني انا متفق معاكم كلكم وكلنا متفقين ان البدايه كانت مش حلوه من النادي الاهلي. كان المقاصه هو اللي بادئ بالضغط والهجوم وعملوا كوره كده لباسم مرسي وبعديها كورنر وبعديها يعني كام كوره كده. كانت الحاله في اول 10 دقائق 12 دقيقه فيها عدم اتزان من بعض لعيبه النادي الاهلي. راحت يعني مننا البدايه قصدي، البدايه راحت في اول 10 15 دقيقه كده. بعد كده النادي الاهلي سيطر وابتدت الخطوره من الطرفين من علي معلول وعند اكرم، وبعد كده هم جابوا الهدف. النادي الاهلي جاب هدف وزي ما انتم قلتوا كلنا متفقين ان الاهلي اضاع مش اقل من 4 فرص محققه. صحيح. يعني اكيد واحده لاجايه واحده لقفشه اللي في العارضه واحده لشريف معلول ومعلول اللي استلم من قفشه وحط شاطها في الضيقه كره قفشه في القايم وكره قفشه. يعني اكتر من 4-5 فرص محققين. صح. ولكن الملعب مفتوح قوي. صح. مفتوح قوي هنا وهنا، يعني الضغط مش شديد من لعيبه النادي الاهلي على وسط الملعب بتوع المقصه. ونفس الشيء المقصه بيلعب زي ما قلنا لهم، تحس ان هم زي ما اتكلمنا انه مش قلقانين ان هم هيقعوا مثلا كده كده قاعدين في الدوري ولا هياخدوا مركز متقدم قوي. بيلعبوا لعب مفتوح، الماتش سهل يجي فيه جوان. وانا شايف ان النادي الاهلي بسهوله جدا مع شيء من التركيز يقدر يجيب جونين او ثلاثه الشوط الثاني. كابتن عادل، كابتن اسامه بيقول ان النادي الاهلي مع شيء من التركيز ممكن يكسب الشوط الثاني. يعمل ايه مستر موسيماني الشوط الثاني عشان يكسب المباراه؟ اول حاجه هو وصل الفرقه كتير للجون، عملوا فرص كتير جدا فعلا. يعني انا بتكلم فاكر لما اتكلمنا قلنا السيناريو الاولاني لاي فرقه بتلعب النادي الاهلي لو جبت فيهم جون في الاول هيغير وهتجيب ثاني وثالث ورابع. انت عندك ظاهره تضييع الاجوان الشوط الثاني، بس اول كوره نوفق فيها نجيبها جون دي حاجه مهمه جدا. لازم الفراوده تركز قوي في حته التهديف، لازم مجدي قفشه يشتغل اكتر من كده علشان نكسب كويس. لازم حته الوقفه نستغل الوقفه الغلط اللي وقفها المدافعين المقصه في الحاجات البينيه الاماميه. احنا عندنا 3-4 انفرادات المفترض النهارده كانت اتعملت لو كانوا اللعيبه استنوا سنه في حته ضرب الاوفسايد، ولكن في الاخر اقدر اقول لك انه التغيير ممكن صلاح محسن. ايوه ممكن يستغل مين على الدكه؟ صلاح محسن طبعا وكهربا، لان احنا هنتكلم على الحته الهجوميه فقط لا غير. وممكن بعد ما تكسب تحط محمد هاني. مش ممكن يفكر في مروان محسن ينزل راس حربه تاني؟ لا انا شايف ان هو لازم يفكر بصلاح محسن، افضل يلعب بالثلاثه اللي هو بيلعب بيها. وممكن يعني الحته صلاح محسن ممكن يبقى يعني راس حربه تاني، ليه لا؟ كاب شريف، هل مصر المقاصه هيبدا نفس البدايه اللي بدا بيها الشوط الاولاني ولا الشوط الثاني هيلعب بقى في نص ملعبه ويقفله؟ هو هياخد الشوط الاولاني شكل ليه يبني عليه الشوط الثاني اللي هو الاستحواذ، وان هو يطول في المباراه على قد ما يقدر. يعني مش هيبقى فيه مخاطره زي ما كان بيلعب في ال 45 الاول. وصل ان هو متعادل، وصل انه جاب هدف، هو هيحاول يحافظ على الشكل ده. طب كابتن علاء، كابتن شريف بيقول لك ان المقصه عايزه تحافظ على المكسب، هل كابتن محمد عبد الجليل هيلعب في نص الملعب ويقفل ويعتمد على الهجمات المرتده، نزل باول مفوافي الشوط الثاني ويعتمد على الكرات اللي ورا علي معلول؟ لا. ولا هيلعب بنفس الاسلوب ده؟ ثقافه ان هو يلعب يقفل ويلعب الهجمه المرتده مش في الحسبان، هيلعب بنفس الشكل كده خالص. حتى لو بقى يعني بالمخاطره دي هو مش خسران حاجه. في كل الاحوال مش خسران حاجه. مخاطره فاتح الملعب، لكن زي بقول لك انا انت اللي بتجبره. أيوه. انت كنت سايب برضه الملعب شوط اول، اعطاك شوط ثاني، بس هو الموضوع هدف بسرعه شويه تلاقي الموضوع هيبقى اسهل من كده. حالته البدنيه هتخليه يكمل ال 90 حالته البدنيه ما هو حالته البدنيه ما يقدرش يعمل كده خالص. الاهلي بدنيا اعلى طبعا بكتير طبعاً. وهيبان يعني ربع ساعه ايمن ده انا بتكلم فيه الفروقات البدنيه تحس ان هي واضحه جدا جدا. صحيح. كمان صحيح. كابتن اسامه توقعاتك سريعا لسيناريو الشوط الثاني. ان شاء الله الاهلي سهل بالفرص اللي بتضيع دي، هيجي له فرص ثاني زيها الشوط الثاني، شيء بس من التركيز في الفرص اللي هتيجي باذن الله. كابتن عادل، هنشوف اهداف مبكره الشوط الثاني؟ يا ريت نركز بس في الاولى.
باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز باذن الله الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.